يمكن عايزة أدي لحضراتكم نبذة سريعة كده عن صلوات أسبوع الآلام. يمكن زي ما اتفقنا وزي ما اتكلمنا يوم الاثنين الماضي، إنه بداية من أحد الزعف بتكون بداية الطقوس اللي بتشير إلى من أول دخول المسيح لأورشليم إلى إن نوصل لغاية الجمعة الطويلة، جمعة الصلب، وبعد كده القيامة سبت النور مساء، بتحتفل الكنيسة في هذا في القداس بعيد القيامة بالليل. من يوم من اول دخول السيد المسيح الى اورشليم، يمكن زي ما حضراتكم بنتكلم انه احد الشعنين ذكر دخول السيد المسيح لمدينه القدس، واليوم ده بيسمى باكثر من تسميه، احد الشعنين او احد الزعف، واهالي القدس استقبلوه بالزعف والنخيل، علشان كده قطعوا الزعف من النخيل وفرشوه على الارض. ويمكن يعني في اللحن المميز في الكنيسه، الجالس فوق الشيروبيم اليوم دخل الى اورشليم راكبا على جحش ابن اتان، وفي الطريق فرشوا القمصان، ومن الشجر قطعوا الاغصان. ده اللحن المميز لاحد الزعف او احد الشعنين. وفي هذا اليوم زي ما بنقول لحضراتكم بيكون في كلمه، الكلمه شعنينه جايه من، هي كلمه عبريه، يعني الشعنين جايه من شيعنين او الشعنين، وبتعني يا رب خلص، ومنها بتنشق الكلمه اليونانيه اوسانا، الكلمه اللي قالها اليهود وتلاميذ السيد المسيح عند استقبال السيد المسيح: أوصنا لابن داود، أوصنا لابن داود. والحقيقة كان من التعليقات اللي علقها قداسة البابا شنودة المتنيح على هذا، على يعني البصخة كلها، إن البصخة بترمز أو الفصح بيرمز إلى السيد المسيح، وإن إحنا في أسبوع الآلام بنتذكر آلام السيد المسيح. من يوم الجمعة زي ما قلت، من يوم الأحد زي ما قلت لحضراتكم على طول، بيكون بعد ما بيكون في الشعنين والألحان فريحية في الكنيسة، بتتغير الستاير وبيكون انتهى القداس والتناول. بعد التناول على طول بتتغير الستاير للون الأسود، الشمامسة بيلبسوا الألوان، بتكون الأبيض بيكون فوقها لون غامق، وبتبتدي تصلى صلاة الجناز. وزي ما ذكرت، ومعلش بفكر حضراتكم تاني علشان بس احنا بنشرح دلوقتي كل الأسبوع من بداية أحد الزعف لغاية ما نوصل لعيد لليلة القيامة، بيكون صلاة الجناز بتكون الصلاة اللي بتصلى على أي حد بيكون توفى أو انتقل في الكنيسة. ولأنه في خلال هذا الأسبوع، في خلال صلوات البصخة المقدسة، ما بيكونش في أي صلوات اعتيادية للكنيسة، لا بيكون في صلوات جنائزية ولا بيكون في أي صلوات أخرى، فبيبقى مهم جدا أن كل المسيحيين الأرثوذكس يحضروا هذه الصلاة، صلاة الجناز. وبعد كده بيكون رش المية، ودي علامة أنه لو في أي حد يعني لا قدر الله انتقل في خلال أيام البصخة المقدسة، بيكونش في صلاة عليه في الكنيسة، وبيكون بالفعل تم الصلاة عليه يوم الأحد. من يوم الأحد بعد الظهر بتعتبر بعد كده احنا خلاص هنبدأ صلوات البصخة، وصلوات البصخة بتتسمى بليلة الاثنين، يعني يوم الأحد بالليل بنبتدي نصلي صلاة الاثنين، ليلة الاثنين، وبعدين الصلوات بتمتد للاثنين بالليل، الاثنين بالليل بتكون ليلة الثلاثاء، وهكذا لغاية ما بنوصل للجمعة الطويلة. بالنسبة ليوم الاثنين والثلاثاء، يمكن أنا قلت لحضراتكم أيضا أنه بيبقى في بعض المشاهد أو بعض القراءات اللي بتكون بتشير لماذا كان، يعني ماذا فعل السيد المسيح، وبالتحديد يوم الاثنين زي ما حضراتكم عارفين كان طرد الصيارفة واللي كانوا بيتاجروا في الهيكل، والآية الشهيرة: بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. وخلال هذه الصلوات كلها بيكون في اللحن المعروف اللي هو سوك تاتي جوم، أو لك القوة والمجد، بيصلى وبيكون بلحن حزيني، لأن كل صلوات هذا الأسبوع أو هذه الثلاث أيام الاثنين والثلاث والأربع بتكون كلها صلوات بترمز زي ما احنا بنقول إن في استعداد للآلام المسيح، وإن احنا بنتذكر إنه المسيح والمحاكمة واللي أوشوا بيه، كل ده بنتذكره في الثلاث أيام الاثنين والتلات. وبيجي يوم الاربع بيسمى اربع ايوب، اربع ايوب لان لو حضراتكم تتذكروا ايضا بيبقى فيه صلوات بتمتزج ما بين الصلوات، والايام دي كان المسيح عمل ايه في اورشليم، وما بين النبوءات العهد القديم او ما بين رموز العهد القديم اللي بترمز لاشياء حدثت في الفتره اللي كانت قبل الصلب. ففي وقت في الاربع او اربع ايوب بنسميه اربع ايوب، وبيذكر فيه سفر ايوب او بيقرا فيه سفر ايوب، اشاره لانه زي ما حضراتكم تعلمون بالنسبه لقصه ايوب ان اصدقائه ما كانوش يعني كانوا بيستهزئوا بكلامه، وما كانوش واثقين في الكلام اللي بيقوله، او يعني وكانوا بيعايروه على انه شوف ربنا عمل فيك ايه وايه وايه. كل ده كان بيرمز ايضا للوشايه اللي كانت في الوقت ده يوم الاربع كانت بتجهز من قبل اليهود ليسوع، وقتها كانوا اوشوا بيه
فيه، وكانت كل الأمور اللي حصلت حضراتكم طبعا لو تتذكروا من أنه بدأت التجهيز لأنه يكون فيه المحاكمة ليسوع، واشتكوا واشتكوا عنه، وبدأ بقى اخرجوا لنا باراباس وخدوا يسوع وحاكموه، ده بيهزي كلام كتير اللي حصل كان يوم الأربع. وجه يوم بعد كده خميس العهد. خميس العهد حضراتكم طبعا كان اليوم الخامس من أسبوع الآلام، أو بيكون اليوم الخامس من أسبوع الآلام. بتاريخ هذا اليوم دائما ما يقع ما بين 19 مارس و 22 إبريل، بيعرف بالخميس المقدس وخميس الأسرار، أو زي ما بنقول حضراتكم العشاء الرباني اللي كان في هذا اليوم، عشان كده بنسميه خميس العهد أو خميس الأسرار الخميس المقدس، لأن ده العهد اللي قطعه يسوع مع التلاميذ لما قال لهم هذا اصنعوه لذكري، لما قصر معاهم الخبز والدم وقال إنه هذا اصنعوه لذكري. ومن هنا بدأت الكنيسة تاخد سر الإفخارستية اللي هو سر التناول من الجسد المقدس ومن دم المقدس، وبتكون عملية التحويل في أثناء القداس. وفي هذا اليوم أيضا بيغسل غسل المسيح أرجل تلاميذه، وبالتالي كان حضراتكم بيحصل كده أيضا، بيكون في صلاة لقان وصلاة تصلي على المية، المية دي بتكون مباركة ومقدسة، وبيكون بعد كده في كمان غسل الأرجل لكل الشعب. الكاهن بيغسل أرجل الشعب الموجود في الكنيسة، ما بتبقاش يعني غسيل إنه بينزل الرجل في طبق زي ما المسيح عمل، ولكن بتكون في اناء معاه او يعني حاجه مليانه ميه، وبياخد منها بفوطه بيضة وبيبلل ارجل الشعب كله. عشان كده احنا بنحرص ان احنا كمان نكون موجودين، وده بيعلمنا زي ما المسيح غسل ارجل التلاميذ ان الكاهن بيوطي وبيغسل ارجل او بيبلل ارجل الشعب كله، عشان احنا كمان نتعلم التواضع. ودي كانت طبعا وصيه، وزي ما بنقول انه رجال الدين المسيح الارثوذكسي في الكنيسه الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية بيقال إن المفترض إنه بيرشم بتغسل أرجل المصلين وبيرشم بالزيت في هذا اليوم اللي هو يوم خميس العهد. خميس العهد مساء تم القبض على الرب يسوع بعد خيانة يهوذا وتسليمه. طبعا أيضا ما حدث في يوم الخميس كان أيضا كل صلوات الكنيسة بتشير للي حصل، إن لما قال له إنك أنت اللي هياخد معايا أو اللي هيغمس معايا في الطبق هو اللي هيسلمني، وكان هو يهوذا طبعا، وقال له ما ستفعله افعله سريعا. ده كان حضراتكم طبعا يوم الخميس، وبعد كده تم القبض على يسوع ليلة الخميس، وبدأت المحاكمة اللي احنا كلنا عارفينها. ولما بيلاطس حاول مع الشعب، الشعب قال له لا اصلبه اصلبه. ده كان يوم الجمعة العظيمة أو يوم الجمعة الحزينة. طبعا في حاجة مهمة جدا بتتعمل في الكنيسة الأرثوذكسية في هذا اليوم، بنصلي بجانب ان احنا بنصلي، انا بس عايزه اقول لحضراتكم كمان ان كل الصلوات اللي بتبقى للبسخة ويوم الجمعة كلها بتكون خارج الهيكل بره، لانه لما اخذوا المسيح واخرجوه خارج اورشليم، فبترمز الصلاة خارج الهيكل الى هذا المعنى ان احنا المسيح زي ما اخرجوه. مهم جدا حضراتكم لو نخليها معلش الشاشة كلها زميلنا يعني بعد اذنك، انه بيحصل زفة لهذه الصورة. الصورة دي بتكون صورة للمسيح وهو بعد ما كان المفروض نزلوه من على الصليب، وهو الصورة الشهيرة ليه بأنه خلاص المسيح مات في يوم الجمعة الطويلة. وبتكون الدفنة نفس اللي اتكتب في الكثير من الكتب عن كيف كانت وعن طقوس العهد القديم، ازاي بيكون الدفن وازاي بيكون انه بيتحط حنوط مع الجثمان، وبيكون ده اللي بيعملوه الكهنة يوم الجمعة. ويمكن سمعين اللحن المميز لك القوة والمجد بتتقال طول الفترة اللي فيها الأباء الكهنة بيشاركوا، زي ما انتوا شايفين ازاي بتتلف، ازاي بيتم لف هذه الصورة، إشارة إلى دفن السيد المسيح له المجد في هذا اليوم. وبتغلف وبتوضع زي ما انتم شايفين في كيس بلاستيك، في البعض بيكون في لفافة أكبر شوية وبتتلف بشكل يعني بكذا طبقة، والإشارة دي بتظل، وبيتحط بقى كثير من الورد والحنوط، كل اللي انتم شايفينه ده حنوط بتبقى ريحتها جميلة جدا، بتوضع على الصورة، وده اللي بنسميها تمثيلية الدفنة أو الدفنة. بتكون في نهاية صلوات يوم الجمعة الطويلة، واللحن الحزيني اللي احنا سامعينه دلوقتي ده بيكون حضراتكم لحن الدفنة.
بيحرص طبعا الشمامسة كلهم بيكونوا متواجدين داخل الهيكل في هذا الوقت، والحنوط والورود بتوضع على الصورة اللي هي رمز لدفن المسيح يوم الجمعة مساء، يوم الجمعة الطويلة مساء، وبتكون أطول صلوات في الكنيسة. وبيحرص كثير من المصلين إن هم يكونوا صايمين طول اليوم أيضا، إشارة طبعا لصوم إن السيد المسيح لم يأكل ولم يشرب طوال هذا اليوم. وفي البعض زي ما سأل المسيح خل البعض دايما يعني بعد صلوات ما بتنتهي صلوات الجمعة الطويلة، في البعض اللي بينظروا إن هم ياخدوا خل على طول، أول حاجة تدخل بقهم قبل ما ياكلوا أي حاجة هو الخل، رمز للمسيح اللي طبعا لما قال إن عطشان أعطوه خل وهو على الصليب. وبتتم بتنتهي الصلوات الجمعة الطويلة حضراتكم، وبيكون في بقى في الليل ليل السبت بيكون في ليلة اسمها أبو غلمسيس أو 7 و4، والليلة دي حضراتكم بتكون فيها سفر الرؤيا بالكامل بيتم قراءته. الليلة دي بتبتدي يمكن من الساعة 11 مساء، القداس بيكون الساعة 2 أو 3 وبتنتهي بقداس أيضا، وبيكون في رشم زيت في هذه الليلة اللي هي اعتبار أنه خلاص جسد المسيح في القبر، وبننتظر انه بيصلى سفر الرؤيا علشان بننتظر المجيء الثاني وبننتظر قيامة المسيح. ويأتي بعد كده طبعا احد القيامة، وهو طبعا زي ما في السبت في علامة مميزة جدا بتحصل في فجر السبت او في السبت صباحا، بيكون انبثاق النور المقدس من قبر يسوع. وعلشان كده بنقول ده بنتمنى ان توحيد العيد يكون مع توقيت الارثوذكسي، لان علامة انبثاق سبت النور كل عام في نفس الوقت في القبر اللي دفن فيه المسيح في كنيسة القيامة في القدس، دي علامة ان هو ده التوقيت المظبوط اللي المفروض كلنا نحتفل فيه بعيد القيامة، ويكون فيه كلنا نشارك بعض في هذا الاسبوع، اسبوع الالام، الصلوات اللي بتقربنا اكتر من رب المجد، بتقربنا من الكنيسة. بخلال هذه الصلوات بتكون على فكرة قرايات كتير جدا من الكتاب المقدس. زمان كان مطلوب في الاسبوع ده ان الناس كلها تقرأ الكتاب المقدس كله بعهديه القديم والجديد، ولكن لما لقوا انها صعبه بدات تعديل الامور دي، وبدات تبقى فيه نوع من انواع الصلوات المعينه اللي بتقرا في الكنيسه مرتين او 3 مرات على حسب التوقيت. يعني بالنسبه مثلا للدول الاوروبيه والامريكيه بتكون في صلوات البسخه مرتين في الكنيسه، لكن في مصر ممكن تكون اكتر من كده، بتبقى في بسخه صباحيه وبسخه الظهر وفي بسخه مسائيه، عشان طبعا الوقت والظروف في بلاد المهجر كلها او المهجر كلها بتكون حضراتكم في صلوات معادين بس للبسخة. بعد ما بتنتهي بيكون طبعا احنا بنشهد انبثاق النور، وبيبقى كده ده بيعني ان خلاص المسيح قام، قام حقا قام. وبتيجي صلوات يوم السبت مساء في الكنائس الارثوذكسية والكنائس الكاثوليكية، بانه حضراتكم بتكون في تمثيلية القيامة، تمثيلية القيامة اللي اتدفن ده يوم الجمعة، والصورة اللي اتدفنت يوم الجمعة بتتم فتحها مع تخبيط زي ما كان إشارة للي حصل وقت قيامة المسيح ودحرجة القبر، فبيبقى فيه تخبيط بيغلق ستار الهيكل، بيكون الأب الكاهن جوه في الهيكل مع الصورة، وبتتم عملية فتح هذه الصورة، والحنوط بتتفرغ الحنوط بتكون بتتم عن طريق الكاهن. وبتيجي بعد كده الصلوات اللي هي بتتقال طبعا، انه حضراتكم عارفين اللي بيحضر هذه الاحتفاليه بتكون تمثيليه القيامه الجميله، اللي افتحي ايتها الابواب السماويه ليدخل ملك الملوك، من هو ملك الملوك رب الارباب يسوع المسيح، وبتكون بس الشماس بيرد على الاب الكاهن وهو بداخل الكنيسه. وبعد كده بتكون الاصوات الخبط زي ما بقول لكم، خلاص المسيح قام بالحقيقه قام، وبيتفتح الستاره وبتكون في التهليل، واللحن بيبقى بقى فرايحي، وبتبقى خلاص كده الاحتفال بعيد القيامة المجيد. مهم قوي على فكرة ان حتى لو في طوائف، بشجع الكل بجد انه يخلي ولاده يحضروا الاثنين الحاجتين المميزين جدا في صلوات اسبوع الالام، فترة الدفنة او تمثيلية الدفنة اللي بتحصل يوم الجمعة الطويلة، ويوم الاحد مساء لما بتكون تمثيلية القيامة. كل ده بيشعرنا فعلا ان احنا عشنا السبت بالليل، يعني بتكون السبت مساء بنعيش هذه اللحظات مع المسيح، وزي ما بنحس انه بألامه بنحاول نشعر بألامه، بنحاول نكون في هذا الجو الكنسي الجميل، وبانه خلاص بقى الدفنة والمسيح الدفن، ولكن هناك رجاء المسيح قام من بين الأموات، فبتكون تمثيلية القيامة جميلة يعني جدا. فبجد بتمنى ان الكل يحرص على التواجد في الكنيسة في هذه الأوقات، وانه بتكون فعلا فترة اسبوع بركة كبيرة
كبيرة جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا حكيت كل الأجزاء دي لأني مش هكون معاكم يوم الجمعة، تكون الجمعة الطويلة بنكون في الكنيسة طول اليوم. كل سنة وأنتم طيبين، وهنرجع لكم إن شاء الله يوم الاثنين شم النسيم. وطبعا الاثنين وشم النسيم، لانه في الايام الفراعنه كان دايما بيكون عيد الفصح او عيد القيامه عارفينه وبيشاركوا المسيحيين فيه، وبعد كده بيكون شم النسيم او اللي هو بيكون خلاص بقى عيد الربيع وشم النسيم، التقليد القديم من ايام الفراعنه اللي فيه كتير من اخواتنا المسلمين مش فاهمين ده، وكتير قوي كانوا ردوا عليهم وقالوا لهم يا جماعه ده تقليد فرعوني، ما هوش ناس تقول لك لا حرام وما تحتفلوش ده عيد مسيحي. العيد شم النسيم مش عيد مسيحي، ده عيد المصريين جميعا وكلنا بنحتفل فيه، بنحتفل بيه معا. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب تكون بركه صلوات هذا الاسبوع تكون معانا السنه بطولها، وفعلا كل الطلبات اللي بترفع في هذه الايام يا رب تتحقق لكل طالبيها، ونكون فعلا قريبين اكتر واكتر من الهنا، ونقوم معه قيامه جديده مجيده، ونعيش حياه جديده باذن الله.